وينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني ليطلعنا على مزيد من التفاصيل عن الجلسات المتخصصة للحوار الوطني التي عقدت اليوم. أحمد، بعد التحية، اطلعنا على أهم المزيد من التفاصيل عن الجلسات المتخصصة اليوم. نعم، تحية لكم. بالفعل انطلقت صباح اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب هذه الجلسات المتخصصة للحوار الوطني بعد العديد والكثير من النقاشات والتباحث في الجلسات العامة للحوار الوطني. من المقرر الخروج بتوصيات من هذه اللجان المتخصصة لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم رفعها للقيادة السياسية. اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا انطلقت أولى هذه الجلسات التابعة للمحور السياسي في لجنة المحليات. كانت جلسة تحت عنوان جلسة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآلية تطبيقه، وهذا طبعا فيما يخص انتخابات المحليات. وكان هناك اتجاه داخل هذه اللجنة بأن يكون النظام الانتخابي للمحليات بنسبة 75% للقائمة المطلقة و 25% للقائمة النسبية، وهذا هو الاتجاه الأكثر في هذه اللجنة. وما زالت أيضا النقاشات والاتجاهات مستمرة في انتظار بالطبع التوصية النهائية للخروج من هذه اللجنة. أما فيما يخص الجلستين الأخرتين فكانت تتبعان أو تتبع المحور الاقتصادي. الجلسة كانت بعنوان جلسة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ما بين الواقع والفرص والتحديات، وهذه بالطبع ضمن لجنة الاستثمار. وكان هناك أيضا لجنة أخرى ضمن المحور الاقتصادي وهي جلسة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الائتمان والديون، وهذا طبعا ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي. وإذا تحدثنا عن مجمل القضايا التي تم مناقشتها في هذه اللجنة، لجنة الزراعة والأمن الزراعي، فكان هناك اتجاه داخل هذه الجلسة وداخل هذه اللجنة بأن يتم تفعيل عدد من القرارات، منها تفعيل دور المؤسسات أو مراكز البحوث الزراعية للاستفادة من العلماء وأيضا الدراسات الأكاديمية فيما يخص الاستثمار الزراعي، زيادة الرقعة الزراعية، وأيضا الاستماع إلى مطالب الفلاح وتوفير ما يلزمه واحتياجه لزيادة التصنيع الزراعي. كانت هناك الكثير من القضايا التي ما زالت مطروحة حتى هذه اللحظة. هذه الجلسات الثلاثة ما زالت مستمرة وفي انتظار أيضا انتهاء هذه الجلسات والخروج بالبيانات الأخيرة أو التوصيات الأخيرة لهذه الجلسات الثلاثة، سواء في المحور السياسي المحليات أو المحور الاقتصادي، سواء في الاستثمار أو الأمن الغذائي والزراعة. نتابعه معكم لحظة بلحظة. إليكم زملائي في الاستوديو. أكيد يا أحمد، بشكرك شكرا جزيلا. أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.